انت اللي ساعدته؟ ما اعرف ليش يا يمه. انا اعرف السبب يا ولادي، لان ولادي حبيبي قلبه طيب وما يحمل الحقد والكراهيه على حد، والدليل هذا اللي سويته. انا اللي في قلبي يا يمه له بحقد ولا كراهيه، انا بحقي. ولا تظنين ان انا ساعدت ولده يعني ان انا سامحته، لا يا يمه. ما قتلت حد، بالعكس انت صاحب فضل في دفن المسكين. وعزيز، عزيز لو يبغى يبلغ كان بلغ، لكن عزيز خايف مثلك. القصة مو قصة خايفة. انت خايف يا جماعة، هذا من حقك. أنا عن نفسي من ألومك، بالعكس
الخوف ثلثين المرجلة، واللي يخاف يفكر كيف يلاقي لنفسه ولمشكلته حل. بعد هذا الكلام يعني بنبقى على هالحالة؟ والحل؟ الحل يا جماعة، واللي تصرفت بدون ما تستشير انك تخفي نفسك لغاية ما تهدى الامور. زين، مو يمكن عزيزي اذا بلغ يراقبوا بيتي؟ انت وبيتك اليوم وبكرة عندي لغاية ما تهدى الامور. شفت كيف انا كريم مع رجالي المخلصين؟ يا متسرع في تصرفاتك. جزاك الله خير. بس وين؟ وين؟ هذه خلها علي، المهم انك ما تصاب بأذى. إلا قول لي الشخص اللي الله خذ أمانته حق غيرك وغير عزيز يدري بوجوده معاك في ذاك الوقت؟ لا. إذا نطمن بس اسمع تعليماتي حرف حرف نقطة نقطة حسب ما أقول لك أول بأول. أنا ما أبغى منهم شيء، بس يفهموني على الأقل أنا شو سويت. حتى ماجد الفدوة اللي كان ذابح روحه عشاني الحين ما يتصل ولا يرد. وانتي بعد يا فدوة تغيرتي علي. أيوة، ولا تطلعيني كذي. انزين، ليش ساكتة وحايرة؟ كلميني. اسمعيني يا فدوة، أنا شاكة بموضوع. إذا طلع اللي في بالي صحيح يا ويلهم اللي راح أسويه. وشو ممكن تسوي؟ أنت تعرفين أولاً إيش الموضوع عشان تسأليني شو راح أسوي؟ لا بس أنت أقصد أكيد. أوه، أنت ليش تشككين في نفسي؟ قلت ليش ما أعرف شيء أبد. مشكورة يا فدوة، ما قصرتي أنت وفيت. بس السبب مو منك ولا منها، السبب مني أنا. بس الحمد لله كشفت الموضوع من البداية. ماجد لو كان يحبني صحيح ما كان تخلى عني بهالسهولة. بس اللي أريد أعرفه ليش ماجد كان يتمسك فيني وفجأة من غير أي مقدمات يتركني. وأنا شو ذنبي؟ يمكن الاثنين يصلحوا لبعض وانت بايدش اعطيتهم مفتاح حياتهم. من خلال كلامك الظاهر انه هذا الشخص متابع كل تحركاتك من البداية، ولا كيف بيعرف اصلا انه السيارة كانت معطلة؟ تصدق يا فهد، احنا بوضع خطير ولازم ندير بالنا على نفسنا. طيب انت ما اخذت رقمه او اي معلومات عنه؟ ابدا ما خذيت عنه شيء البر. بس الغريب انه ناداني باسمي. عقب اكيد هذا الموضوع يخص ابوك. والله اني توقعت هذا الشيء. تصدق الظاهر انه هذا الشخص انسان معروف، عشان كذاك هو ما يريد يعطيك اسمه، واحتمال كبير انها تكون خطه مدبره علشان يسارقك وياخذ عنك المعلومات. لا يا فهد، لا يا صديقي، شكلها الرجال طيب وابن حلال ومبين عليه ما راعي هالسوالف. لا تغرك المظاهر يا صاحبي، أنا أقول خلي حذرك من زين.
أكيد ما راح تقبلين فيني زوج يا فدوى. مبين حالة أهلك المادية بالعلالي، لكن أنا وين وأنت وين؟ فعلا حالتها المادية أحسن مني بكثير، يعني لازم أبتعد عنها. بس شلون؟ شلون أبتعد عنها وهي الإنسان اللي أنا كنت أدور عليها طول عمري؟ حتى اسمها على الاسم أحس إنسان عندي بالوجود. ايوه، اوه، هذا المكالمة انا انتظرها من زمان. كيف؟ ها، وش الجديد؟ يا سلام، شيء طيب، شيء طيب. يلا مع السلامة. أستاذ نبهان، أشوفك شارد، بإيش تفكر؟ أفكر لك كيف أقدر أخلصك من هذه السالفة. أنا خايفة على ولدنا يا عبد الرزاق، ما عدنا إلا هالولد، لكن الله يهديه مصمم إلا ياخذ حقه. وبعدين شو قال لك ابو صافي؟ وش قال لي يعني ابو صافي؟
انت تعرفي طباع عزيز، انسان ما يحب غير نفسه وما يريد حد يتدخل في عائلته. انتوا عن اي موضوع تتكلموا؟ نتكلم عنك انت وعن الشخص اللي جاي يخطبك ويريد يتزوجك. يوسف؟ ايه يوسف، حتى هو مبين من اسمه انه شخص زين، خليه يتقدم لك عشان نفرح بك. على فكره انا ما سمحت له يتكلم معاي الا لما عرفت ان بينه وبين عم صافي معرفه قديمه. ايش قلتي؟ بينه وبين من؟ صافي ابو يرير؟ اوه نسيت اخبركم، يقول ان العم صافي كان جارهم من زمان. انا لازم اعرف هذا الشخص واعرف لاهله، لان كنا اولاد منطقه واحده. كل خير، ما بغيت شيء، بس بغيت اطمن على اختي. اطمن انا بخير. ليش ما تردي؟ هذا رجاء وما ابغى ارد عليها، وبعدين مو هذا طلبك؟ خلاص انا برد. عبد الجليل ترى انت مادت معي كثير وانا ساكتة عنك، لا تخليني اخبر امي وابوي او حتى اني اوصل لجدي حمود. امي ابوي. هذا اسم رجاء ولا اسم ماجد؟ امي and can't
هذا اللي خايف منه، إنه فحد يعرف بالسالفة ويروح يخبر عبد القدير. أنا لازم أتأكد بدون ما أثير انتباه عبد القدير. ايش اللي مكتوب في الورقة يا عبد الجليل؟ اقراها انا ولا اخلي الانسة انك انت تقراها؟ اقراها انت يا عبد الجليل، بس لا تعلي صوتك. لعلمك يا جدتي، الرسالة الاولى كانت تخبرني عن العلاقة، اما الرسالة الثانية فكانت تقول لي عن استمرارية العلاقة فيما بينهم. اقرا اقرا يا عبد الجليل. أختك لغاية الآن تتحدث مع ماجد، أنا عندي الخبر اليقين. ها؟ إيش قولكم في هذا؟ إيش قولكم في هذا؟ أصلاً واحد كذاب، ويمكن عنده مصلحة باللي جالس يصير بينك وبين أختك الحين. مصلحة؟ عبد الجليل، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. انت فاهم خطأ يا أستاذ نبهان، أنا لا يمكن أهددك أو أخلي واحد من اللي يشتغلوا عندي يهددك. شوف من اللي عنده مصلحة بتعكير صفوك وتأكد زين. طيب ممكن تهدى شوي وتفهمني شو قال لك وبإيش بيهددك؟ يعني يقول إن عنده أوراق وإثباتات على إني أشتغل في تجارة مشروعة. يعني من هذا الكلام وأمثاله؟ أستاذ نبهان، هذا أصلاً واحد تعبان وأنا طردته من عندي، والحين ممكن بدأ يتصل فيك ويتصل بغيرك بعد، وأنا ما أسمح له ولا لغيره ولا اللي أكبر من راسه يكرمني بهالطريقة. يا أخي أنت ليش قاعد تتكلم معي بهالطريقة وكأني أنا سبب الاتصال؟ آسف آسف، بس فعلاً شيء مزعج. معك حق معك حق، وصدقني إني ما راح أطوف الأيام، بس لا تنسى يا أستاذ إن إحنا شركاء بكثير من المشاريع ويا ما بيننا تعاون مع بعض. على العموم أنا بس كنت أتوقع يعني. لا تتوقع أي شيء يا أستاذ نبهان، مصلحتنا دايما فوق كل شيء. مع السلامة. مساء الخير. مساء النور. يا أخي بغيت كذي باقة ورد تكون حلوة ومرتبة وعلى ذوقكم. تحب نختار لك أو أنت اللي تختار؟ لا لا أنتوا اختاروا، بس يا ريت توصلي الباقة على هالعنوان اللي موجود في هالورقة وتحط لي هالصورة في وسط الباقة لو سمحت. حاضر أستاذ، بس ما قلت لي مناسبة خاصة أو هداء شخصي. لا هو هداء شخصي وشخصي وايد بعد. يا
كيف حبيبتي؟ ذبحتي روحك من البكاء؟ خلاص حبيبتي. صديقتك فدوى تتصل فيك، ردي عليها. فيض، خلاص حبيبتي. هلا خالتي أسماء، فيض موجودة؟ شو؟ فيها شيء؟ طيب خليها تكلمني. مع السلامة. غريبة قصتش يا فيض، والأغرب قصة رجاء المجنونة. انت ما بتقول لي وش فيك بالضبط؟ فهد يا اخي خبرتك ما فيني شيء، وبعدين تعال انت ما خبرتني ايش سويت. حبيبي انا اموري في السليم، انا خلاص سويت وخلصت ورتبت اموري، والناس طبعا تو جالسين على نار. هذا اكيد عزيز. أنا أريد أعرف أنت كيف تتصرف معاهم على كيفك؟ أنت تبغيهم يموتوني؟ خير خير، وش فيك جاي منك معلي صوتك؟ مالك؟ لأنه يا أستاذ اللي هددتهم يريد يقضوا عليك وعلينا وبأسرع وقت. يا جماعة فهموني، إيش صاير؟ اسأل المخ. إيه أنا المخ، ما عاك منك يعني؟ بعدين يا حبيبي أنا ما أخاف منهم، أما إذا أنت جبان فهذا شيء راجع لك. الجبان لأني شفت الموت بعيني. الخطة فشلت، شفت اللي يتسرع ايش ممكن تكون نهايته. زين انت واثق من شغلك؟ اكيد. خليك حذر المرة الجاية. تعال معي، الجماعة مجهزين العشاء. تعال. الحين اللي جاب الورد ما قال لكم من عند من وإيش المناسب؟ ما قال غير إن هذا الورد لصافي بن حمود. صحيح، كان مكتوب على البطاقة صافي بن حمود، هل تذكرني؟ أكيد عنده ناس يحبونه من زمان. شيلي هالأفكار من مخك يا أسماء. طيب ليش ما فتحتوا الظرف؟ لأنه مكتوب على الظرف خاص جدا، يعني ما حد يقدر يفتح الظرف غير صافي بنفسه. يعني خلاص الحين صار صافي الآمر والناهي وانت موجود يا حمود. طيب اتصلوا فيه. جدتي ترى الموضوع عادي، يمكن احد من شركائي يبغي هني. عموما عن اذنكم بستأذنكم انا. تصبحون على خير. وانت من اهل الخير. وتقولوا يا حمود ليش تتكلم؟ بتصل فيك. جدي جليل لحد الحين ما وصل البيت، تبغيت له ابوي؟ عن اذنكم تصبحون على خير. انت من اهل الخير. يا الله. Thank you.
مساء الخير. مساء النور. يوسف تعال يا وليدي اشرب الشاي، تعال تدفى. بردان؟ انت مو بردان؟ انا اكتب صوتك اليوم. كلامك هون علي يا وليدي. اتمنى يوسف، شخبار البنت اللي كلمت عنها؟ البنت نسيها. ليش يا وليدي؟ ودي أفرح فيك. لا وهلها ناس وايد واصلين، انت تعرفيني بحالتنا، خاف اتقدم لها. وبعدين؟ وبعدين شنو؟ واذا اهلها واصلين؟ انت ايش فيك؟ انت من احسن الشباب، ما فيك شيء ينحل. انسي الموضوع، انسي، خلي الظروف هي اللي تتحكم فيه. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. صافي ايش فيك؟ ايش فيك يا صافي؟ ماي، هات لي ماي.